بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، شوطنا العاشر ينطلق بحفظ من الله ورعايته. نذهب إلى الصدارة ومقدمة هذا الشوط شاهين لخليفة بن عبيد بن خليفة الحميري. نذهب إلى ثاني المراكز بشاش لمبارك بن علي بالضبع الاجتبي. المركز الثالث، ثالث مراكزنا أشوف مياس لمحمد بن سعيد المبارك بن مجرن الفلاسي. المركز الرابع ولا الثالث، ثالث مراكزنا أشوف اللي بدأ يتسلل السهم لعلي بن يمعى بن سبت السويدي. المركز الرابع، رابع مراكزنا ولا المركز الخامس، خامس مراكزنا حديان لسعيد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم. هكذا كانت نتيجتنا، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. شوف السهم، شوف السهم، الله الله، علي بن يمعى بن سبت السويدي مع السهم، يأتي مع السهم. المركز الثاني شاهين خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري. المركز الثالث، ثالث مراكزنا غرنوك لسالم بن حميد الشاعر العليلي. المركز الرابع سمهوي لعلي بن عبد الله بن سعيد المسافري. ولكن 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 السهم، السهم علي بن يمعى بن سبت السويدي الغنام. يا سلام، شوف اللي واصل، شوف اللي واصل، سالم بن حميد الشاعر العليلي مع يأتي مع غرنوق، غرنوق غرنوق. الله 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 يا سالم، الله يا الشاعر سالم بن حميد الشاعر العليلي. النقطة الثانية، النقطة الثانية، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الله يا سالم بن حميد الشاعر العليلي، تهانينا والناموس. والنقطة الثانية، المركز الثاني لعلي بن يمعى بن سبت السويدي. المركز الثالث لعلي بن عبد الله بن سعيد المسافري. المركز الرابع لسالم بن جاسم بن خليفة المسافري. التوقيت 2:13:54 جزء من الثانية، تهانينا والناموس.